هنروح لمحافظة الإسماعيلية مشاهدينا، واللي شهدت احتفال وافتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في قصر ثقافة الإسماعيلية. الحفل ده شهد حقيقة عروض كتيرة جدا فنية وشعبية للفرق المشاركة في هذا المهرجان. خلونا كده نشوف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع تاني لحضراتكم. الحمد لله احنا فرقه اسماعيليه الفنون الشعبيه، طبعا هي الفرقه بتبقى الفرقه المضيفه لكل الدول والفرق اللي بتبقى موجوده. الحمد لله فرقه اسماعيليه السنه دي موجوده بقوه جدا، واحنا في جيل جديد متكون فرقه اسماعيليه الحمد لله، واحنا فرحانين. مهرجان اسماعيليه طبعا بيرجع ومستمر، وان شاء الله السنه الجايه يبقى احسن واحسن ويبقى في فرق اجنبيه اكتر. شارك في المهرجان ده من سنة 2000 من أول ما اتعمل لحد السنة دي، وبنعرض في جميع أنحاء الإسماعيلية عروض للفرقة. بنقدم بقى التراث البدوي، بنقدم الحجالة، بنقدم التراث السيوي، الرقص السيوية والعصيان السيوي.